السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. ستنطلق بعد قليل مباراة منتخب السنغال متصدر مجموعته ضد نظيره منتخب ساحل العاج كوديفوار، والذي تأهل بأعجوبة إلى الدور الثاني كأحسن ثالث. ويدخل منتخب السنغال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات برأس 9 نقاط، جعلته أبرز المرشحين لتحقيق اللقب في ظل حالة الاستقرار الفني مع المدرب الحالي أليو سيسيه وجاهزية نجومه. ويمكن للجميع مشاهدة معظم مباريات هذه البطولة مجانا وبجودة عالية على القناة الأرضية الجزائرية.